دنيا فاضية وما فيها شي، هاي حقيقتها. قبل شوي رحت باركتلها لنيرمين، وهلأ جاي لهون مشان عزيكي. الحياة فاضية. حكيك مزبوط. الخالة منور اندفنت جنب جوزها مزبوط؟ هيك كانت وصيتها. روحها رح ترتاح إن شاء الله. إن شاء الله إذا قدرت طبعاً. بتعرفي ليش هيك عم قول؟ أنا لما شفتها آخر مرة كان وجهها مو مرتاح، كأنه هالمرة كان عندها هم كبير. حسيتها كأنه مخبية شي جواتها ومضايقة كتير. أنا هيك حسيت. احتمال. برأيك شو بدها تخبي؟ ما بعرف سوزان، الإنسان نفسه ما بيعرف شو جواته. بجوز في عندها سر ما قدرت تقلك ياه، أو بجوز كان بدها تكتب شي أو تترك لك شي رسالة، أو كان عليها شي دينة وما وفتها. الله يرحم ترابها. طبعا هدول أمثلة. انتي عم تحاولي تقولي شي ما هيك؟ لا، وشو بدي قلك يعني؟ سوزان خانوم، انتو بعيلتكن ما صار حالة وفاة بهالعشر أو 15 سنة؟ ولشو هالسؤال؟ سعر القبر مثل الذهب عم يرتفع كتير، وعم يقولوا استثمروا أموالكن، اشتروا قبور زيادة وخلوهن لقدام بيلزموا يعني. وبعتقد هالكلام كله مزبوط. ما بعرف يعني، الوحدة ممكن جوزها يموت، أو حتى يمكن هي، يعني عم بعطي أمثلة، مو هيك عم يصير؟ الحمد لله بعائلتنا الكل بصحتهم ياسمين. نشكر الله، نشكره. أنتي روحي إذا بدك، لسه الشنطة بالأرض والغراض لازمهم ترتيب. يلا. التعزاية لازم تكون قصيرة صح؟ طبعا مزبوط. ياسمين ما عم تقدر تغير طبيعتها وتخبي الفضول اللي جواتها، وما عندها خبر بالمصيبة اللي جابتها لحالها، والأضرب من هيك إنها عم تحاول تشتغل محققة. طيبين هالشايات. صحة وهنا. العمر إليك يا روحي. شكرا إليك. لا إله إلا الله، معقول ما حدا مات من عيلتها يا؟ وجوزها طيب، نسيت إنه فايز؟ فايز! سيد فايز! ليش اجيت لهون؟ شو عم تعمل هون مع بنتي؟ فوتي بسرعة، فوتي! بس ماما فوتي! هو دق على الشباك وأنا 100 مرة نبهتك لا تحكي مع الغربة. يلا لجوا، يلا! شو قصته هاد؟ هذا الزلمة ساويت له البرادي واجا ليعطيني حقه. فوتي بسرعة! لك فوتي، ما عم تفهمي؟ روحي! بسرعة! أي برادي وأي أماس؟ شو الحكي السخيف هذا؟ أنا حكي سخيف؟ هو سخيف بس لأنه خايفة بنتي تخاف. أنت إذا قلت إنك شرطي يمكن تجننها. ليك نحن مواطنين عاديين وما لنا علاقة لا بالشرطة ولا بالمخافر ولا بغيره أبدا. يعني أنت ليش إجيت لهون هلأ؟ جاي أسألك عن سوزان وبنتي. شو رأيك نوقف هونيك؟ تعال. مشان شو؟ مشان الشمس بعيوني، عيني متحسسة شوي. قلت لي جاي تسأل عن سوزان؟ قلت بجوز تعرفي شي عن سوزان وبنتي. أنت وياها كنتوا كتير رفقات من زمان. كان هذا الحكي مرة تخانقنا خناقة كبيرة ما بتليق بصداقتنا، هجمت علي وضربتني وأنا ما قصرت فيها أبدا، وافترقنا بشكل ما عاد في رجع بنوم. أولا وأخيرا رح أعرف وينها، وبس شوفها رح أخذ بنتي منها لهالواطية. لك هي حرمتني من بنتي الوحيدة كل هالسنين، وأنا مستحيل سامح اللي بيغلط معي. ياسمين ليش عم تخبصي؟ يا ويلي هلأ إذا سوزان طلعت لبرا أو يمكن يشوف نانسي ورح يعرفها للبنت. أنا لازم أردفه منهم. خدي هذا هو كرتي، إذا سمعت أي شيء عنه ضروري تتصلي فيني. ماشي؟ بس إذا بتمر هلأ الله وكيلك ما بعرفها. لو سمحت إذا أنت شفتها سلم لي عليها. مو على أساس متخانقين؟ إيه مزبوط، بس من زمان كتير. وشو فيها الدنيا وأنا مالي حقودة. خلاص خلاص، إذا عرفت شي بتصل فيك أكيد.
طيب. غسان، ما لقيت غير هذا النهار لتسافر فيه وتترك البلد؟ يعني مين بده يحميني أنا وفوق في هاد هاد هاد؟ يا الله. خلص رح أتصل بغسان. لا لا، هلأ بيترك شغله وبيجي دغري. لا لا، وكمان رح يضل بلا شغل. لك أصلا شو بدي قله أنا؟ أني رحت نكشت الزلمة وهو قاعد بمحله هيك قله؟ هو 100 مرة قال لي ياسمين ليكي لا تحشري أنفك بكل شي مشان ما توقعي بمصايب، بس أنا جدبة وما برد على هذا الحكي. أنا جدبة وما برد على هذا الحكي. ماما أنت عم تحكي مع حدا؟ لا لا، عم غني غنية جدبة وما برد على هالحكي. خلصنا وظايفنا خالته ياسمين، يلا بشوفك. دقيقة دقيقة، أنت ما رح تمشي لحالك بهالوقت بالحارة. بلا، ليش شوفي؟ لا 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 لا، صبية مثلك مستحيل تطلع وتمشي لحالها بهذا الوقت. لساتها الساعة 5، معقول؟ 5؟ شوفي الساعة 5 هاد بيكون أخطر وقت، ما بعرف شو ممكن يصير لأنه الشمس عم تغيب. يلا جهزي حالك، بدنا نوصل لرفيقتك. مو مشكلة خالي ياسمين، الشارع مليان عالم. شوفي حبيبتي، أنا ما بخون الأمانة أبداً، ما بيصير. البسي هذا لشوف. مو بردانة شكراً. إيه بس برا في برد. كأنه صغير. ماله صغير، أنا مرة كبيرة يا بنتي، ما بصير. هذا قياسه ظابط. أي شعري حلو كتير عن جد. لا بقلك أنا لازم أعطيك إياه، طالع بجنن عليك. لا شكرا ما بدي. هيك تمام بنتي، أوعك ترفعي راسك. إيه خليه دايما هيك، بعدين شي حدا بيشوف هالوجه اللي مثل القمر وبيحطك براسه، الشارع كله زعران. يلا نزلي راسك، يلا امشي جنب رفيقتك. يلا أنا آسفة ناسي. يلا بنتي لازم نحميها لرفيقتك. ماما رح تسرق لها راسها. يلا امشي بدنا. يلا ماما. يا الله ما عم شوف قدامي. ما في شي تشوفي، يلا خلي وشك بالأرض ديما مشان الله. خلاص ناسي أنا هون، ما تخافي. بنتي شوفي نحن وصلنا، لما قلك ثلاثة بتركضي على البيت ماشي؟ يلا بنتي يلا ثلاثة. يلا فوتي فوتي. أوه. نشكر الله البنت صارت ببيتها خلاص. ماما فهميني انتي ليش كل هالقد مرعوبة؟ وصلتي البنت على بيتها وقلقانة. أنا بمشي على عادات الأناضول، شو أعمل؟ إذا صار شي على البنت شو بدي ساوي وقتها؟ ماما شو بده يصير معها؟ لا تكبري الموضوع. معقول يا بنتي؟ الشارع كلياته نشالين وحرمية ومجرمين كمان، وفي فايز تبع البرادي. وشو دخله فايز بالقصة؟ يا بنتي مو أنا حامل، مشان هيك إحساسي صاير قوي كتير، قلبي ما ارتح له أبداً لهالزلمة. شوفي إذا شفتيه بالشارع شي مرة أوعك تطلعي عليه ماشي؟ لا تطلعي عليه، وإذا شي مرة دق على بابنا لا تفتحي الباب أبداً. سمعتي ديما يا عمري؟ امشي. ماما؟ إيه. تعرفي حاسة إنه في شي مو طبيعي. شو هالحكي بنتي؟ خلينا نفوت. من وين بتجيبي هالحكي انتي؟ يعطيك العافية ماما. الله يعافيك يا ديما. ماما بدي اسألك سؤال مهم، انتي بتعرفي كنية ابوها لنانسي شو هي؟ نفس كنيتها هي تمام، شو بدها تكون؟ لا هي مو نفسها، لانه سوزان سجلت نانسي بالنفوس على كنيته لعمو انور. صح نانسي تعرف اسم ابوها فايز، بس بدها الكنية كمان، لانه الاستاذ اعطانا اليوم وظيفة عن الكنية. ما بعرفها وما بدي اعرفها، شو دخلني؟ المدرسة عم تعلمكن علم ومعارف ولا عم تعلمكن كنيتكم؟ ما عم بفهم. شو هالمدرسة؟ اصلا هالزلمة واحد ما بيستحي، لو كان عنده اخلاق ما كان هالقليل الشرف عمل ببنته كل هالشي. ليش شو عمل ابوها لنانسي فيها؟ معقول كان يضربها أمي؟ كان يضربها طاخ طاخ طاخ، ومرة ورم له وجه للبنت وجرح له إيده ورجله كمان. شوفي يا بلاوي هالدنيا يا بنتي. أنت شفتي هالشي بعيونك؟ لا أنا ما شفته لما ضربها، لو شفته كنت كسرت له إيده. خالته سوزان قالت لي. شوفي يا بلاوي هالدنيا. نانسي
ماما كمان ما بتعرف الكنية، قصدي كنية أبوكي. وكل شيء طلعت بتعرفوا أنه كان يضربني؟ أنا سمعت كل شيء ديما. نانسي حبيبتي، أنت فهمانة الموضوع غلط. ماما سمعت قصة بنت على التلفزيون وأنا وياها كنا عم نحكي بخصوصها. ما في داعي تكذبي علي أكثر من هيك. مين هيك خبط الباب ديما؟ هلأ بتخوفوا للولد. نانسي سمعت اللي حكيناه بالمطبخ. كيف؟ ليش ما خبرتيني إني سمعت شو عم قول؟ ما عم تقدري تحكي، أشري لي بإيديكي تنفسي. معناتها منيح اللي ما قالت غير هيك. لو فلت من تمي الأكتر من هيك. مثل شو مثلا؟ إنه غساني بيشخر بنومه. إيه؟ لو فلت لساني بهالشغلة وسمعتني هالبنت وخبرت أهل الحارة بصيروا بينادولوا غسان اللي بيشخر بنومه. والله كنا انفضحنا بالحارة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.